طبيعة الجريمة في الفرحاتية هل تشير إلى الجناة الحقيقيين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم سيدتي الكريمة وعلى قناتكم شهدك الكرام. يعني أولا الموضوع لنفس المحافظة، أنا أتكلم على محافظة صلاح الدين، هنالك يعني عمليات جرت بأكبر من هذه العملية بكثير ومنذ فترة طويلة أكثر من 5 سنوات، وهي يعني معسكر سبايكر والإبادة الجماعية لأكثر من 2000 شخص، ولغاية اليوم لم نصل إلى نتائج التحقيق. هذه كلها يعني مؤشرات تشير إلى أنه هنالك ضعف في الإجراءات القانونية أو الإجراءات الأمنية أو المجالس التحقيقية أو إشراك القضاء بعملية إيجاد من هو المتسبب. وإلا كان يعني كان هذا الموضوع انتهى منذ فترة طويلة. يعني لولا الضعف في متابعة كذلك التوقيت، ألا تعتقد أيضا سيد صفاء بأن التوقيت اختلف؟ يعني عندما نتحدث عن 5 سنوات من الآن، يعني الوضع كان مختلفا جدا عن الوقت الحالي. من المفروض أن الآن يعني في محافظة صلاح الدين تحديدا في هذه المنطقة، منطقة الفرحاتية، ربما لم تشهد يعني أي حادث مماثل منذ عام ونصف العام، بالتالي نسأل التوقيت يعني يشير إلى ماذا؟ ما هي الرسائل التي تحاول تلك الجهات إيصالها في هذا التوقيت بالتحديد؟ هو هذه مشكلتنا سيدتي الكريمة. يعني إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت، يعني الذي ليس لديه أي يعني خوف من قانون أو من أي جهة فهو يتصرف مثل ما يريد. إذن يعني نعود ونتحادث بموضوع يجب أن يكون هنالك محاسبة، يجب أن تكون هنالك شدة في اتخاذ القرار، وخاصة بالقضايا التي تهم أمن المواطن. أنا أتكلم عن موضوع أمن مواطن، يعني العملية التي جرت، يعني شهداء الفرحاتية، هذا موضوع أصبح موضوع يعني تأثر به ابن الشارع العراقي، تأثر به حتى ابن البصرة، تأثر به بكل المحافظات إن كانت شمالية أو جنوبية، لأنه هذا يدل على أنه هنالك ضعف أمني في هذا الموضوع. وإلا يعني لا يحق لأي جهة مهما تكن الجهة، لا يحق لأي جهة أن تتخذ إجراءات، وخاصة يعني تشير إلى عمليات قتل واغتيال مواطنين آمنين بدون لا قرارات حكومة ولا قرارات دولة. وهذه أنا شبهتها الآن يعني قبل أكثر من 5 سنوات في معسكر سبايكر، يعني بالضبط هي عملية إعدام لجهات لغاية اليوم لا نعرف من هم. إذن نحتاج إلى يد قوية في عمليات مسك الموضوع الأمني، وخاصة بالمحافظات التي تم تحريرها من عناصر داعش الإرهابي. لذلك يعني بالتالي عدم تقديم جنات، عدم يعني كشف نتائج التحقيقات، سواء في جريمة سبايكر قبل 5 سنوات وحتى جريمة الفرحاتية، وكأن ذلك إذانا للجهات تلك بقتل المزيد من المدنيين أو القيام بحوادث مماثلة. نسأل ما الجهد الأمني الذي يجب تفعيله في مثل هكذا حالة لتجنب يعني حدوث خروقا مماثلة؟ لا سيدتي الكريمة، يعني الموضوع ليس هو تمام، بالعكس، يعني أعتقد إلى أنه الخطوات التي جرت ولغاية الآن بحضور على مستوى السيد القائد العام قوات مسلحة، كل الوزراء الأمنيين حضروا ويعني أدوا مراسم التعزية إلى العوائل الشهداء، والاهتمام الكبير والانشغال كل القنوات الفضائية بهذا الموضوع، وإدخال الموضوع أكبر من يعني وضع حتى على مستوى الأمم المتحدة، حتى على مستوى وزارة الأمم المتحدة الأمريكية. هذا يؤكد إلى أنه الموضوع بالعكس، يعني هنالك اهتمام عالي. كل هذا الاهتمام حصل بعد خراب البصرة، يعني بالتالي لا ننتظر حوادث مماثلة، يعني وهو السؤال، يعني لا ننتظر حوادث مماثلة حتى نشهد تحركا مماثلا على مستوى سياسي رسمي ومستوى أيضا إقليمي ودولي، لكن يعني نسأل ما هي الإجراءات التي من المفروض أن تتخذ لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل؟ اليوم الفرحاتية، ربما غدا يعني منطقة أخرى لا سامح الله. هو تخوفنا من هذا ستي الكريمة، يعني نحن نتخوف من هذا الموضوع. إن لم يكن هنالك حزم بهذا الموضوع ولغاية اليوم لن ينتهي الموضوع، يعني إن كانت اليوم
في محافظة صلاح الدين قضاء بلد، احتمال غدا يكون في محافظة بغداد، أو بعد غد تكون بمحافظة أخرى. هذا كله نتيجة خلل أمني. إذن يعني عدم وجود السيطرة الكاملة الأمنية الكاملة داخل المحافظات. وأنا تكلمت قبل قليل يعني الموضوع يهمنا كون إلى أن المحافظات كانت يعني تحررت الآن، نعم، كانت بيد عناصر داعش الإرهابي، يحتاج إلى أن تكون هنالك جهات أمنية مسيطرة كليا، نعم، على هذا الموضوع، وإلا هذه عملية خلط الأوراق موضوع، نعم، خطر جدا، نعم، وخاصة هنالك جهات تحاول أن تعيدنا إلى المربع الأول. يعني نحن نتخوف من الذي حدث خوفا لا أن ندخل في متاهات نحن في غنى عنها، نعم، موضوع يعني موضوع داعش، موضوع المحافظات، نعم، المحررة، موضوع عمليات اغتيال، وخاصة بهكذا توقيتها ضمن هكذا مناطق، هو موضوع خطر جدا. حتى بدنا نخشى بأننا لم نغادر يعني المربع بالأساس. سيد صفاء الخبير الأمني صفاء الأعسم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.